عند الكرة عن طريق تشابي هرنانديز. هذه بايور المرتدة خطيرة خطيرة يا دي مدريد. كرة رونالدو يرفع رونالدو بيخرج بينتو يسدد وهدف. مش ممكن ضاعت مش ممكن ضاعت الكرة تتمنى على رونالدو. الكرة ترفض الريال مش ممكن على المرتدة. برشا الصنعة برشا ذكاء وبرشا السرعة قوة في الضربة ولكن قلة دقة في الأخير أو تمنع كرة. هذا هو المصير. الكرة ما حبتش شوف كأنه عدى 100 متر. الله يا رونالدو الله يا كريستيانو. الشوط الثاني لعب وحدها مثلها فريق البرسا لكن تقريبا برشا. هذه كانت تقريبا برشا مش ممكن.